الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار راي، أصحابكم خلالها محمد المؤمن، والبداية دوما بأبرز العناوين. المبيت في ميناء والنفور إلى عرفات. ومن أمير البلاد تهاني وتبريكات. مجرد دخول المركبة في جهاز وفي قاعد سكرتي، إذا صفر الجهاز السيارة فيها شيء. أمن المجمعات ترقب ومطالبات. أنا يعني لمتى أنا متزوج وخافي عن زوجتي. يجب على الزوج أن يبلغ زوجته. الإفصاح عن الثانية، قلق وحيرة. وفي النشرة، عندما يغدر البعير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في الشعائر المقدسة واستعدادا للوقوف على صعيد جبل عرفات الطاهر يوم غد في التاسع من ذي الحجة، يبيت حجاج بيت الله الحرام اليوم في مشعر منى لقضاء يوم التروية والذي يوافق الثامن من ذي الحجة. وتقع منى بين جبلين قرب مكة المكرمة، حيث يبيت فيها نحو 1.5 مليون حاج، على أن يبدأ صباح الغد في موكب إيماني بالتوافد على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم، والذي يستمر حتى مغيب الشمس، ليبدأ بعد ذلك ضيوف الرحمن بالنفير إلى مزدلفة والمبيد هناك، ضمن استعدادات حكومية سعودية تستهدف توفير الأمن والسلامة لضيوف الرحمن. بدوره أكد رئيس بعثة الحج الكويتية عادل الفلاح اكتمال وصول حجاج دولة الكويت مع بقية ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، موضحا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حريصة على توفير مختلف أسباب الراحة والصحة والسلامة للحجاج، حيث يؤد المناسك على الوجه الأكمل، كما أشاد بجهود البعثة المتميزة في خدمة الحملات الكويتية وتسهيل مهمتها في رعاية الحجاج الكويتيين والسهر على راحتهم وضمان أمنهم بالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية. وللإطلاع على أحوال بعثة الحج الكويتية ينضم إلينا من مشعر منى الطاهر الدكتور حمد الحمد، رئيس وفد وزارة الصحة لبعثة الحج الكويتية. أهلا بك ونتمنى لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم آمين آمين يا رب. بداية لو تطلعنا على آخر أخبار بعثة الحج الكويتية وما هي الاستعدادات؟ شوف احنا طال عمرك احنا الفريق الطبي، نعم الفريق الطبي اعتبار من غدا في عرفة عند عيادة وفي ميناء عيادة. نعم. طبعا المملكة العربية السعودية مو مقصرة، في خلال عرفة وميناء هناك 8 مستشفيات و150 مركز صحي. نعم. بس احنا نبي يعني نساعد خصوصا حجاجنا الكويتيين اللي قمنا من الحملات. نعم. متواجدين طاقم طبي من أطباء وتمريض وصيادلة لا سمح الله إذا احتاجوا أي تدخل. نعم. صحيح. وستكون متوفر لجميع الحملات بالتواصل معهم لتغطية ما يحتاجون من أمور صحية. نعم. هذا بالإضافة إلى طبعا الطاقم الطبي الموجود مع الحملة أصلاً، الحملات الكويتية. نعم نعم أيضاً. نعم. نعم. هل صادفتكم إلى الآن حالات مرضية طارئة؟ الحمد لله معظم تقريبا عاينا 500 حالة، كلهم من الحالات البسيطة جدا. نعم. حالة واحدة بس قبل أمس حولناها مستشفى الملك عبد الله. نعم. وسووا لها قسطرة وركبوا لها دعامات من لشرايين القلب. نعم. البعثة الصحية. نعم. البعثة الصحية ستستمر حتى آخر مشعر من مشاعر الحج.
اي نعم طال عمرك، احنا نقعد مو متعجلين، احنا متاخرين، نقعد لما يروحون كل الحملات. اي نعم. نعم الدكتور حمد الحمد رئيس وفد وزاره الصحه، شكرا جزيلا لك. الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، فيه يتم الحج وبغيره فلا حج، لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، حيث يفيض الله سبحانه وتعالى على عباده من الحجاج في هذا اليوم العظيم بنعم لا تعد ولا تحصى من الرضوان ومغفرة الذنوب وتقبل الأعمال الخالصة. إن عرفة أو عرفات هو الجبل الذي يقف حوله الحجاج حتى تغرب شمس يوم التاسع من ذي الحجة، وفي مسجد نمرة بعرفات يستمع الحجاج إلى خطبة يوم عرفات، ثم يؤدون صلاة الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان واحد وإقامتين اقتضاءً بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقضي الحاج بقية اليوم في الصلاة والدعاء والابتهال حتى غروب الشمس. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسمى آيات التهاني والتبريكات بثها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء والأمن والأمان، كما وهنأ الشيخ صباح الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة في جميع أقطارها، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان. وبالانتقال إلى الساحة الأمنية الكويتية، لا يزال المواطن والمقيم بانتظار ترجمة المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية بغية حماية المجمعات، وذلك قطعا للطريق أمام أي أعمال جرمية مستقبلية. تقرير سمر شدياق. لا تزال المنظومة الأمنية لحماية المجمعات في خانة ردود الفعل الرسمية بعد جريمة المارينا، فالسبيل لا تزال سالكة إلى داخل مجمعات البلاد دون أي حسيب أو رقيب، رغم استجابة وزارة الداخلية السريعة لمطالب الحملة الكويتية القانونية ضد العنف. يجب اليوم وضع الطرق والأجهزة حتى مكان دخول السيارات. البعض يقول يكفي الزحمة فبالتالي أيضا راح تعطل الناس، لا، هو مجرد دخول المركبة في جهاز وفي قاعد سكرتي، إذا صفر الجهاز السيارة فيها شيء يتم استخراج السيارة، الشخص وهو داخل من أي مدخل موجود الجهاز. مجمعاتنا يعني أقل بكثير من المجمعات اللي في العالم، مجمعات اللي في العالم تعتبر مدن، نحتاج بالأيام على ما يعني نخلص هذه المجمعات، فكيف موفرين الحماية لكل مداخل السيارات ومداخل الأشخاص؟ قاموا بطرق أمنية احترازية وهي طرق يعني ناجحة، ليش إحنا ما نقوم في هذه الطرق؟ وتأتي المطالب بضرورة تواجد رجال الأمن والشرطة النسائية في مجمعات البلاد على وقع المخاوف الشعبية من تكرار المآسي السابقة. لازم يوفرون الأمن، يعني واحد إحنا يخاف يروح المجمعات، واحد خزة قال له شيء يا ذبح. طبعا معاها، لأن في ناس الحين ما تستحي قاعد تدخل معاها سكاكين معاها أدوات حادة، وعلى أي شيء على طالعني وطالعك ذبح له واحد، لا يفتش ولا تدخله بعد، يعني إذا حتى لو شكله لبسه مو مقبول لا تدخله، مو بس تفتشه لا تدخله حتى على لبسه. عشان ولادنا وبناتنا، يعني أنا عندي الجمعة اللي فاتت كنا جايين مارينا، فبنتي قالت لي أنا خايفة أدخل مارينا، فعشان خاطر بناتنا برضك. أه طبعا. والله شوفي، نبي إحنا راحة البال تكون هني والناس تنبسط، ونبي أكثر شيء من الأمن أخواننا انهم يمحون الشغله هذه مالت الشباب اللي طايش، ويعني شغلات العالم هذه تبي تستانس. وامام ترحيب جموع المواطنين والمقيمين بالمنظومه الامنيه لحمايه المجمعات، تبقى العبره بالتنفيذ في اسرع وقت ممكن والاستعانه بالتكنولوجيا الحديثه لمزيد من تدابير الامن والسلامه. سمر شديق، نمور.
الراي. في العاصمة الأردنية عمان بدأت جمعية الرحمة العالمية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت حملة المساعدات الإغاثية رقم 106 للاجئين السوريين في الأردن. وأوضح رئيس قوافل الرحمة العالمية وليد العنجري أن الحملة الحالية التي يرأسها خليل حمادي ستقدم الدعم ل 95 أسرة بواقع 140 دولارا للأسرة الواحدة وكسوة العيد ل 67 طفلا وعيدية وألعاب ل210 أطفال آخرين بالإضافة إلى 90 أضحية، وذلك بهدف التخفيف من محنة السوريين اللاجئين في مختلف مناطق تواجدهم في الأردن. يتورط بعض الرجال في سر يصعب البوح به أحيانا، وربما تنقضي الحياة ولا يبوح به، غير أن طريقة الإفصاح عن الزواج من أخرى للزوجة الأولى كثيرا ما يتسبب بالحيرة والقلق خوفا من ردة الفعل أو لأسباب اجتماعية مختلفة. تقرير لمحمد لحياري. متى يفصح الرجل لزوجته أنه متزوج عليها؟ سؤال حير كثيرا من الرجال الذين تورطوا بالزواج من أخرى سرا ولم يجدوا إجابة شافية له، وذلك خوفا من ردة فعل المرأة التي ربما تودي بحياته الأسرية. ولا تقل مهمة الرجل في الإفصاح عن زواجه الثاني صعوبة عن امتحان الزواج نفسه. مختصون أكدوا على ضرورة تحين الفرصة المناسبة أو التمهيد للبوح بهذا السر. والله إذا سرنا خليه يكمل سرنا عشان لا تصير مشاكل يعني إذا قادر أن يستر، لكن إذا جت الفرصة بأنه والله يقول خلاص يعني لمتى أنا يعني لمتى أنا متزوج وخافي عن زوجتي، يعني هذا باشر يعني مثل عندما أموت فراح يلعنون أبو خامسي، يعني بدل يترحمون علي يذموني أنا وعيالي من زوجتي الأولى. لابد التمهيد، لابد أن أمهد أولا فأقول لها إيش رأيك كذا 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 كذا، يعني أضعها في ظروف أنها ممكن أن تقبل. أوكي، وحتى ما قبلت أتحين الفرصة الثانية، يعني مو مرة واحدة، فساعات أكو حريم تحتاج إلى وقت. طبيعة العلاقة وشخصية الزوجة ركنان أساسيان يعتمد عليهما الرجل في محاولته الإفصاح عن سر الزواج بالثانية، والاعتراف به من أقل حقوق الزوجة التي تقوم عليها العلاقة بغض النظر عن النتائج التي سيسفر عنها وعن الطريقة التي سيسلكها الرجل للاعتراف بفعلته. طريقة معينة ما في طريقة، يعني ما نقدر نقول هي هذه هي الطريقة الأمثل لإبلاغ زوجتك إنك راح تتزوج عليها مرة ثانية. مرة ثانية قلت هو اعتمادا على طبيعة العلاقة واعتمادا على شخصية الزوجة، لكن احنا مو فقط في موضوع الزواج الثاني، في أي شأن بين الزوج والزوجة نفضل المصارحة. يجب على الزوج أن يبلغ زوجته حتى لو كان في قسوة، هذا من حق الزوجة، ولا يكون الموضوع كأنه خيانة. من حق الزوجة أنها تعرف أن زوجها تصرف بهذا الشكل مع امرأة أخرى عن طريق مثلا طبعا الزواج. ويؤكد المختصون على ضرورة الإسراع بالاعتراف بهذا السر الخطير، كون التأخر في إفشائه لن يغير من ردة فعل الزوجة الأولى. محمد الحياري، الرأي. تزداد الفاجعة إذا توفر فيها عنصر الغدر أو المباغتة، كما حصل مع رجل كويتي ترك صغيرته تلعب مع الناقة قبل أن تفاجئها بالدهس والتعريض لإصابات خطيرة. فلنتابع هذا الفيديو من الكويت. الإنتاج مناسب، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية. توقع محللون ماليون عودة صناع السوق إلى مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بسبب بداية موسم إفصاح الشركات عن البيانات المالية حول أداء الربع الثالث من العام الجاري، والتي من المتوقع
أن تكون جيدة، ومن المتوقع أن يلجأ بعض مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية إلى عدم المخاطرة بالولوج في أوامر استثمارية قبل استقراء مسار الحركة في الجلسة الأولى التي تعقب العطلة. وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي قال إن إنتاج أوبك الحالي من النفط الخام مناسب للسوق، وأنه لا حديث عن تغيير المستوى المستهدف لإنتاج المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا عندما تجتمع في ديسمبر المقبل. ونفى المزروعي في تصريح له وجود مؤشرات حول زيادة أو خفض الإنتاج، مضيفا إن من المؤكد هو ضمان وفرة العروض في السوق. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط اجتماعا في الرابع من ديسمبر في فيينا، حيث ستقرر إن كانت ستغير هدف الإنتاج. الجودو ثانيا، ذلك في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الأخبار الرياضية. على خلفية اختيارات البرازيلي فييرا للاعبي المنتخب الكويتي لكرة القدم والذي سيخوض لقاء أمام منتخب لبنان، طالب عدد من الرياضيين بعدم الحكم على اختيارات المدرب لحين الانتهاء من لقاء لبنان ومن ثم تقييم تلك الاختيارات. تقرير لأحمد دعنزي يستطلع الآراء عن اختيارات لاعبي الأزرق. ما أن أعلن مدرب المنتخب الكويتي لكرة القدم البرازيلي جورفان فييرا عن أسماء لاعبي الأزرق الذي سيخوض لقاء لبنان ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس آسيا حتى تباينت ردود الأفعال. أنا أقول الاختيار كنت أتمنى أنه يأخذ فرصة أكثر، هو يعني أنا ما ألومه بالنسبة للوقت، لكن اللي يسعفونه يجب عليهم أنهم يسعفونه بالأفضل وليس بالعلاقات. ليس بالعلاقات شغلتين، علاقات الأندية معينة، علاقات ناس بلاعبين معينين كعلاقة شخصية. شيء مؤسف جدا أن الاختيارات كما هي، بل اختيارات قديمة. يعني أنا أقول مع احترامي حق لاعبينا ونعم فيهم عطوا بما فيه الكفاية، أنا أعتقد أنه اختار فريق الهزيمة. البرازيلي فييرا الذي قاد المنتخب العراقي لإحراز لقب كأس آسيا 2007 مزج في تشكيلته ما بين الخبرة والشباب، وأعاد لاعبين لم يكونوا في الحسبان لدى الجماهير الرياضية، لعل أبرزهم المهاجم أحمد عجب. في ضجة كبيرة على فهد الأنصاري. شوف فهد الأنصاري في بعض الأحيان في نادية أصلا ما قاعد نشوف يلعب أساسي في بعض الأحيان، كذلك عبد الهادي الخميس، كثيرين معترضين على عبد الهادي الخميس. عبد الهادي الخميس في نادية أصلا ما قاعد يلعب أساسي. في لاعبين مثلا لما الناس يستغربون من ضم أحمد عجب في دور الرديف لغاية الآن متصدر من خلال 4-5 مباريات تقريبا مسجل 11 إلى 12 هدف. يعني أنك تم اختيار مجموعة كبيرة من نادي واحد، انا مع احترامي يعني عندي تحفظ. انت اليوم اخترت 25 لاعب، انا ما اعتقد انك انت راح تلعب ال 25 لاعب، بتلعب 11 وبالاضافه الى عندك 7 لاعبين هذا موجودين على دكه الاحتياط. انزين ليش ما يتم اختيار على الاقل من كل نادي؟ يعني ما نقول هذا يعني كل نادي ما في لاعب مميز بالانديه هذه، ما اعتقد. الرياضيون المخضرمون طالبوا بإعطاء الفرصة للمدرب وعدم الحكم عليه مبكرا، لا سيما أنه لم يخض أي لقاء رسمي حتى الآن ولم تكن لديه الفرصة الكافية لمتابعة اللاعبين. المدرب لازم يعطى فرصة، يعني بعد ما لعب مباراة رسمية ولا دش بطولة، فكلنا لازم نوقف وياه وكلنا لازم نساعده أنا أعتقد نفس اختيارات اللاعبين المنتخب، يعني هذول الأفضل، أنا اللي أشوفهم الأفضل الصراحة. وما نقدر نتدخل في تشكيلاته، لكن مبدئياً هو شكل بين الكبار والصغار ناشئين، وهذا شيء إيجابي أمانة. ما بين مؤيد ومعارض على طريقة اختيار فييرا، لكنه يبقى المسؤول الأول والأخير عن هذا الاختيار، ولنؤجل الحكم عليه بعد لقاء الأزرق ولبنان. أحمد العنزي، الرأي. اكتفى المنتخب الكويتي للجودو بالمركز الثاني في بطولة الخليج 17 للجودو لفئات الناشئين والشباب والرجال، وحصد أزرق الجودو 23 ميدالية، منها 5 ذهبيات و14 فضية و4 برونزيات، بينما توج المنتخب السعودي بلقب البطولة برصيد 21 ميدالية، منها 15 ذهبية، وحل المنتخب القطري في المركز الثالث.
الآن جولة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة. كالعادة وقبل ختام النشرة لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر @الرايميديا جروب. أيضا يمكنكم مشاهدة جميع نشرات برامج تلفزيون الراي عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب. إلى اللقاء.